استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح أمس معالي المستشار بالديوان الأميري الدكتور يوسف حمد الإبراهيم والمدير التنفيذي لمنظمة بروتيجيز شملان توفيق البحر والسادة أعضاء المنظمة، حيث قدموا لسموه شرحا تفصيليا عن أهم الأهداف والإنجازات واكتشاف المواهب الشابة من خلال المحاضرات والدورات التدريبية وتدريب الشباب بالطرق المبتكرة. وقد أشاد سموه حفظه الله بالجهود المبذولة والعمل المتواصل من قبل القائمين على هذه المنظمة، معربا عن اعتزازه بجميع أبنائه وبناته شباب الكويت الذين رفعوا راية وطنهم من خلال المشاريع والمبادرات التي تسهم في مسيرة بناءة وتنميته، مشيرا سموه بأن شباب الكويت هم عماد الوطن وتنميته وحاضر الدولة ومستقبلها، ومؤكدا بأنهم محل دعم واهتمام القيادة السياسية تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومن أولويات مسيرتها الوطنية الشاملة في توفير الرعاية وتشجيع وتنمية روح الريادة. وقد حثهم سموه على مواصلة مسيرة الإنجازات من أجل رقي الدولة وتقدمها. حضر مقابلة معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم حمود الصباح. قال أمن في شبابنا بناتنا وأولادنا يوصلون لهذا المستوى اللي احنا بنفخر فيه حبيبي. لا شك الحين من 7 سنين أنا مقابلكم وأنتم في إنجازات عملتوها اللي إن شاء الله تبيض الوجه. كفيتوا نقول كفيتوا ووفيتوا إن شاء الله، وهذا اللي احنا نتمنى من أبنائنا أنهم يوصلوا. احنا عارفين الكويتي كويتي كويتي من بنت أو من ولد عملهم دؤوب لوطنهم، وانتوا جيتوا تطوعي يعني تبون بس لبلدكم الخير وتبون العمل وتبون الابتكار اللي انتوا قمتوا فيه وتبون الأشياء اللي تشكرون عليها. الحقيقة هذا احنا فخورين فيكم ونتمنى ان شاء الله ايضا يزيد العدد. انتوا يعني من 25 او 50 الحين صرتوا الى 150، وهذا نامل ان شاء الله بعد يكون اكثر واكثر. آمين. الابناء آمين. اخوانكم وبناء واخواتكم انهم يلتحقون في هذه المجموعه التطوعيه الانسانيه، وحنا فخورين فيكم. آمين. الله يعينكم ووفقكم، وتاكدوا ان القياده السياسيه تقف معاكم على ابعد حدود يعني في كل النواحي. هذا ما يحتاجه الا اخواتك واخوانك وهذه بلدك مهما صار. وحنا ايضا فخورين بابناء الكويت اللي هم كانوا مقتصرين على الكويتيين، الان جابوا من اخوانهم دول اخرى، يعني هذا ايضا انجاز الواحد بيفخر فيه. جابوا انجاز من دول الاشقاء والاصدقاء، ان شاء الله راح يكون، وهذا اللي نتمناه ان شاء الله. وافتكروا انتم هذه بلدكم، ما يحتاج بين أهلكم وأخوانكم، يعني لا تفتكرون أنكم أنتم في بلد أخرى، لا بلدكم هذا. أبيكم تواصلون أيضا المزيد من عملكم، المزيد اللي يخلوا أخوانكم أيضا يلتحقون، إن كانوا من بناتنا ومن عيالنا يلتحقون معاكم في هذا العمل الإنساني، العمل التطوعي، العمل اللي يخدم وطنكم وبلدكم. هذا احنا فخورين فيكم الحقيقه في قدمتم فيه وراح تقدمون فيه، ولا شك المسؤولين عنكم بعد انا اشكرهم كل الشكر له، معالي المستشار الدكتور اخ يوسف ابراهيم والاخ ايضا المسؤول عن وكل الفرق اللي كانت معاكم، نشكرهم كل الشكر والتقدير على المجهود اللي بذلوه قاموا فيه اللي انتم قمتم فيه ايضا، نشكرهم الله كل الشكر والتقدير. تاكدوا ان ابو الجميع صاحب السمو الحقيقه هو سبق، انتم التقيتوا معاه وسمعتوا منه وهو وقف معاكم، يعني ما يحتاج
وقفة ما لها حدود. وأنا أيضا أقول لكم أيضا أنا أقف معاكم نفس ما سمعتم من أبو الجميع صاحب السمو، وإن شاء الله نشكون على خطوات مميزة لخدمة وطنكم، وهذا أمن فيكم إن شاء الله، أمن في بنات وأبناء الكويت أنهم دائما سباغين لهذا العمل الطيب والجميل لرفع اسم بلدهم في هذا المستوى الراقي. اليوم أنا بتكلم عن 7 سنوات اللي طافت. يمكن احنا بدينا من 7 سنوات كان عددنا 25 شاب وشابة، اليوم احنا وصلنا اكثر من 150 شاب وشابة، بالاضافة الى ان احنا يمكن في السابق كنا على مستوى الكويت، اليوم احنا وصلنا شاركوا معنا اكثر من 8 دول حول العالم، خرجنا 6 اجيال. يمكن احنا بدينا بجيل واحد، اليوم احنا وصلنا الى 6 اجيال. كل هذا طال عمرك ما وصلنا اليه الا بدعمكم وثقتكم واهتمامكم بالشباب اللي يمثلون نسبة 72% من المجتمع الكويتي. مشكورين على هذه. أنا قبل أبدي كلامي بس ودي أقول إن صراحة حدي مستانسة بلقائنا اليوم، ومن كثر ما أنا مستطلع من أمس وأنا قاعد أفكر، فأنا اشتركت ببرنامج The Prodigy Days قبل 3 سنين لما كان عمري 16، وتعلمت طبعا وايد أشياء، بس لكن أهم شيء من أهم شيء تعلمته هما أساسيات الحياة، اللي مثلا شون أكون دقيقة بالوقت، شون أتحمل مسؤولية، شون أكون إنسانة قيادية، حتى علموني شون أحب وأقدر وأفرح حق الناس مثل ما أفرح حق نفسي. هالشيء وايد ميزني بين دفعتي كلها، وإدارة المدرسة وايد كانت تلتفت علي عشان إذا يحتاجون أحد يقيد النشاطات المدرسية اللي تصير. يعني حتى أقرب مثال أقدر أعطيك إياه أنه توه بروفيسور بالجامعة على نهاية السمستر نهاية الكورس كان يقول لي أنه لولو أنا ما أقدر أنطر أشوف شو أنتي شو تسوين بالكويت وبالجامعة، يعني هذا شيء جدا مو شوية. وحيل بس أبي أنهي كلامي بأن أقول أنه شلون نشاطات بروتيديز أم الحمد لله أنه دائما يستمرون بنشاطات مدار السنة، فهم كل ما يسوون شيء من كثر ما في طاقة إيجابية وفي يعني تشجيع للشباب الكويتيين وغير الكويتيين، ودك تطلع منها يعني تروح تساعد الدنيا كلها. والله لو إنك مو إنسان مشغول كان حد يعزمتك، بس يعني لأن أدري إن راح تستأنس. شلونك أبو عساك بخير؟ شرف كبير لنا بالبداية إن إحنا اليوم واقفين قدامك، يعني هذا حيل إنجاز إن إحنا اليوم واقفين قدامك. ما تقصر يبا. وايد سعيد أنا إن راح نشاركك إنجازاتنا وتجربتنا مع البروتيجيز. بالبداية مشروع تخرجنا هالسنة من البروتيجيز كان اسمه وسيلة. الهدف من المشروع إن إحنا نحفز كل شخص عنده موهبة لكن خايف يشارك العالم فيها. فعشان نوصل رسالتنا وفكرتنا سوينا مسرحية اسمها مقام الحياة. حسين مقام الحياة. مقام الحياة. حسينا أن أفضل طريقة رح نوصل فيها حق لوب كل من يشوفنا عن طريق مسرحية غنائية سويناها مقام الحياة، لأن كل شخصية جسدت مقام من المقامات العربية الموسيقية. بالنسبة لنا ما كنا كلنا نعرف شنو يعني مقامات وشنو الإحساس مال كل مقام، بس قدرنا أن نوصل إحساس المقام عن طريق الأزياء، الألوان، الكلمات والألحان، وكل شغلة من هذه الشغلات طلبتنا سووها بنفسهم بدون ما يكون عندنا أي تجربة سابقة بالعمل المسرحي. أنا عن نفسي صار لي أكثر من 10 سنين أعزف بس ولا ما بلحنت، ولما جت لي هالتجربة يعني قدامي وهالتحدي بالعكس ما خفت وتشجعت، ومع توجيه المرشدين تشجيع كل الطلبة اللي حواليني الحمد لله قدرنا نسوي هالشيء، وقدرنا نوصل مثلا إحساس مقام بس الاستقامة، مقام الكرد شلون هو يعني بليفل، شلون مقام سيكا مقام العشاق، فالحمد لله بفضل الله وتشجيعهم قدرنا نحقق هذا الشيء. وهم يبا وايد اشياء انا تعلمت مع رحلتي من البروتيجيز، تعلمت قيمة الوقت، تعلمت شلون ننظم اموري، تعلمت شلون احترم جميع الجنسيات جميع الاديان، تعلمت شلون ما اشوف الامور بزاوية واحدة بمنظور واحد. وهم الشيء اللي اكثر شيء تعلمته بالبرنامج ان اكون شخص واعي بكل شيء، لأن إذا كنت شخص واعي راح أعرف نفسي وراح أستكشف نفسي، وإذا عرفت نفسي أكثر راح أقدر أبدع بكل المجالات اللي أنا أحبها وراح أقدر أخدم الكويت الحبيبة. أنا وعائلتي سبق خدمنا الكويت كأبناء دبلوماسيين بعمان، سلطنة عمان والسعودية واليونان، لكن عملي هني مع البروتيجيز قاعد يوصل رسالة شباب الكويت بطريقة ثانية. بديت أتطوع معهم 2 ساعة أعطي ورشة حق الشباب عن الثقة بالنفس.
عقب هالساعتين اشتركت 3 ساعات معهم، بعدين 10 أيام، والحين لي الفخر والشرف أن أكون معهم تقريبا كل يوم أتطوع معهم. ليش؟ شفت الفرق بين شغلهم وشغل أي طالب ثاني احتكيت فيه بأي دولة بالعالم. صرت لما أحضر المحاضرة أنظر أهم يفيدوني أكثر من ما أنا قاعدة أفيدهم، وأشوف إنجازاتهم ابتكارات حتى إحنا المرشدين ما قاعد نفكر فيها. الطلبة عندهم المهارات وقاعد يوصلون ما شاء الله، وإحنا وايد فخورين فيهم. مشكورين. وإحنا اليوم أنا أتكلم نيابة عن الجيل الخامس من المشروع من برنامج البروتجيز. ويعني أنا برنامج البروتجيز برنامج يتعدى حدود الكويت والكويتيين، وتخطى كل حدود ووصل أثره إلى الدول العربية الأخرى. وأنا كوني شاب مغربي يعني شاركت بهالمشروع، وبرنامج البروتجيز يعني يسعدنا إن جامعة الدول العربية اختاروا برنامج البروتجيز كبرنامج يعني ما في مثيله في المانجينج، وإن برنامج البروتجيز أيضا يعني من إحدى أهداف برنامج البروتجيز إن إحنا كشباب نعمل مشروع ونقدم مشروع اللي يهدف إلى إن نعود نخلي كل اللي نسويه كل اللي عطونا إياه كل اللي علمونا إياه المرشدين وعلمتنا ديرتنا الكويت إن إحنا نقدم مشروع يعود على المجتمع. وكان مشروعنا مشروع رقش، إن إحنا نسوي نكون جهاز ينحط في الأماكن العامة في الجامعات في المجمعات عشان الناس يقرأ كتاب، شخص يقرأ كتاب ينتهي من قراءته ويحطه بهالجهاز. وإحنا علينا واجبنا ودورنا إن نوصل هالكتب للاجئين السوريين والمحتاجين الثانيين. وكانت قصة وكلمة، كلمة طفل فقط قال لنا ما نبي فلوس نبي كتب. وعشان هالشيء إحنا كنا نبي إن نأخذ هالفكرة اللي صداها للحين بدماغنا إن نوصل هالشيء للشعب الكويتي وننشر هالشيء لباقي العالم ونشاركونا في هالشيء. وعشان كذي إحنا سوينا هالمشروع وجمعنا أكثر من 200,000 كتاب ووزعناه بنفسنا للاجئين. وأيضا بعد كذلك إحنا لما ورحنا الأردن وزعنا هالكتب ويجمعنا كتب زيادة وزعناهم وين بالهند. وبنينا أخيرا بنينا للأيتام مكتبة في مصر. ويعني مصر؟ في مصر إينا. ونعتبر كل هالأشياء إنجازات يعني مفخر للكويت، وإن شاء الله يعني دوم نسوي هالأشياء ونرفع راية الكويت واسم الكويت. تشرفت اليوم بزيارة ولي العهد حفظه الله ورعاه مع منظمة البروتجيز والقائمين عليها. وطبعا يعني كان سبب زيارتي او وجودي معاهم ان احنا شريك استراتيجي شركة مشاريع الكويت القابضة وشركاتها التابعة. وحبيت ابين حق سموه الكريم دور القطاع الخاص انه شلون فعال في دعم وتحفيز تشجيع البرامج الشبابية والمبادرات الشبابية. وطبعا لإيماننا المطلق في ما يقومون به مؤسسين ومرشدين هذا البرنامج وتميز الطلبة اللي يختارونهم وحرصهم على التقدم والنجاح وكل ما رأيناه من إنجازات لأعمالهم ونجاح حفزنا أكثر أن إحنا تكون الرعاية مدة 10 سنوات السنين القادمة إن شاء الله. شكرا. قابلنا اليوم سمو ولي العهد وشباب كانوا موجودين هناك على أساس يعطونا يعني تقديم كامل حق كل الإنجازات اللي تمت خلال 7 سنوات السابقة. وكان استقبال سمو ولي العهد وايد ممتاز، يعني الشباب كان حتى عقب ما طلعنا وايد مستانسين وفرحانين بهذا التشجيع اللي حصلوا عليه من سمو ولي العهد، وما قصر الصراحة في استقبالنا وما نستغني عن نصايحه. شكرا جزيلا. شكرا. معكم دانا حمادة من منظمة البروتجيز. اليوم لقانا مع ولي العهد تكلمنا فيه عن منظمة البروتجيز وشنو هي منظمة البروتجيز، وبنفس الوقت تكلمنا عن إنجازات المنظمة خلال 7 سنوات السابقة. تعرف على طلبة مخرجات البرنامج البروتجيز نفسهم، وتعرف على مرشدين البرنامج، وشاركنا مع مخططاتنا المستقبلية للمنظمة،
وكان لقاء جدا جميل، وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء لنا مع ولي العهد ولا سمو أمير البلاد. سعيدين جدا بهاللقاء وفخرين جدا بإنجازات المنظمة وبلقائنا مع ولي العهد. شكرا.